السلام عليكم يا شباب، معاكم تي بي في الحلقة الثانية من سلسلة تي بي كرافت في الموسم الثاني. خلف الكواليس سويت هذا البيت، مو مرة هذا البيت يعني اي كلام، برضو مغير الريسورس باك، والله رهيب ذا الريسورس باك. اذا مو عاجبكم قولوا لي. وبرضو جبت 4 اكسلوتل من كل الانواع، باقي بس النوع النادر ما ادري اذا هو موجود في البدروك ولا لا. المهم جاني في التعليقات واحد يقول لي سوي مزرعة. اوكي بحاول اسوي مزرعة. اول شيء احتاج اكس حديد جديد. يلا ابغى لي خشب، هذيك الجهة فيها خشب كثير. بسوي مزرعة حيوانات، في برضو هنا بقر، فالبقر ايزي. افكر اسوي الحظيرة هنا او قدام شوي. يب 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 بسويها هنا الحظيرة، هنا المنطقة. بس يبغالي افتحها شوي. اول شي يبغالي كرافتينج عشان اسوي اغلب الاشياء. تحلل كل الخشب الموجود، جيب ستيكس، احتاج اكثر ستيكس، جيب فنس، واللي خلص الخشب. شت احتاج سلاب. يلا بسم الله نبدأ. بتنقسم المزرعة لثلاثة أقسام، اللي هو قسم البقر، قسم الخنازير، وقسم الدجاج. ثانية بتكون هنا. كم هذه مسافة؟ 1 2 3 4 5 6 7. بوابة من هنا. كويس على الحافة. هنا البوابة. إن شاء الله أنا معي الكافي ذا. قبل ما أكمل شكرا على أكثر من 700 مشترك. باقي شوي ونوصل 800 مشترك، لذا اشترك في القناة بليز. والله كثرت، مرة كثرت. تعال زومبي. بالله شوفوا الليل كيف في هذا الريسورس باك، مرة رهيب. هذه الجهة ما خلصتها. هي كده كويس، باقي بس الأبواب. من باب واحد يب. ايوه 6 ابواب بالضبط، 6 ابواب. والله اني داري اجي زومبي. تعال القوم القوم القوم. والله شكلها رهيب المزرعة. هنا احط البقر، وهنا الدجاج، وهنا الخنازير. حاليا نحتاج قمح من القرية، و عندي بطاط عشان استدرج الخنزير. ما ادري اخذ بطاط ولا جزر. لا لا جزر جزر اظن. انا ما اخاف من الكريبر. والله كان بينفجر في وجهي. عطنا عطنا الاكس بي بس. تدخلين بتنشق. يلا يلا دعم. ايش في ايش في هذي؟ ايه والله انها فاصلة دي السمكة. مو هذي
كذا تسوي وكذا. باقي بس البقر. دولا بيجر. تعالوا. والله اللي عرفنا في هذا كيرم. لا 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 والله انا والله في البحر ما يمديني في البحر لعبتهم لانه عندهم بو. يلا تعالوا فيكم خير تعال. ثاني راح. باقي ذا. الحين لو دخلت القرية بتبدأ المواجهات. بس ثواني اتجهز. الحين انا جاهز الماء. اه معليش الباب الخلفي. انت ادخل لا تموت علي. خايف لك. يلا انا الحين جاهز لدخول المعركة. انا الحين جاهز لدخول المعركة. يلا بسم الله. يلا. يلا يبدأ. اخي ايش فيه؟ ايش فيه ما يبدأ؟ ايه بدأ. ادخل بيوتكم ادخل بيوتكم يا القرويين. بدأنا اسمعهم تحت. ايوه هدول هم. اوه لا الايرون جولم اللي اختاره ذبح. ايش اعطاني قطعة درع. نايس. مرة جايبين الذا جون ماكس. والله احتاج الايرون جولم. ايش زعلي. باقي الذا بس. الله يسحب كثير. الله لا لا محشور. لا 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 ايش جابك انت هنا مع قرو. جت ثور معهم ذي المرة. تعال بموت. هيل. والله اجا يا الايرون جولم بسرعه. يجي شقت دول بيشقوني. يلا همسك عليك بهم. ايه اعطى واحد ثاني. ايه الجولم. والله شقاهم شق. تقول لي محشور ذلك. بعدين الحركات ذي والله انه محشور. بستخدم عليه البو. مو البو الكروس بو. عزيزي ادخل بيت. ايوه خلاص قفلت على ذا. ايش في الكريبرات؟ ايش في الكريبرات؟ ايش في؟ ايوه احسن حصلت احسن. اوه ذا كأنه سريع. ذا خايف. ذا سريع.
قوله تعال 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 ابغاك انا. ايوه حباني اني اوخر الدرع. نايس والله سريع. برا عادي عادي اهم شيء سريع. عندي فكرة لما احط على كل بناية ابنيها على اقتراحاتكم. مثلا شخص يقول لي كذا ابنه كذا زي هذا اللي اسمه صالح صالح، مع انه ما في عربي بكتب بالانجليزي. هو اقترح لي المزرعة، انا بكتب اسمه عند المزرعة. قدي يا بوي صالح صالح. يلا اذا عندك فكرة قول لي فيها، قول لي عنها في الكومنتات، ولا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. شكرا على الدعم المستمر. واذا تبغوني اركب مودات كذا ما تخرب على اللعبة زي اني امسك الحيوانات الى اخره قولوا لي. كان معكم عبد الرحمن او تي بي الذي لا يقهر 3 تسعات، واشوفكم على خير. السلام عليكم.